Redst du Jiddisch? Verwiss nicht? Nein, Jiddisch, man darf reden Jiddisch auch nicht. Also, es ist gar nicht gleich die Scherenhand, ja? It's going to be peaceful today, yes? Yes, very peaceful. Very good. You. If you be peaceful, we will be peaceful. Of course we're peaceful. Why would I be wanting to hurt you? I don't want to hurt you. It's up to you. Good, okay. You were born here, Israel? Yes. You here? Yeah, I'm from Canada. Nice. But my mother's from Warsaw. Warsaw? Yeah. Remember the Warsaw Uprising? Yes, you're Jewish? Of course. Yes. My uncle was a partisan. Yes. Yes. They died in the Holocaust? There's a time to fight and there's a time to make peace, yes? This is time to make peace. Yes, very good. Okay. الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم القائم القائل في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ويقول الحق تبارك وتعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. نعم، إنه العمل الخالص لوجه الله تعالى من أجل صالح المؤمنين وصالح المجتمع. كيف لا نعمل؟ كيف لا نعمل من أجل أوطاننا وبلادنا وأولادنا ومجتمعنا؟ نعمل بإخلاص كي نتحرر من هذا الاحتلال الغاشم الجاثم على صدورنا الذي يحارب البشر والشجر والحجر. فها هو الاحتلال البغيض يغلق طريق قريتنا منذ سنوات غير مكترث بمعاناتنا المتواصلة والمستمرة. وما كانت الصلاة في هذا المكان. وفي هذا المكان إلا وفي هذا اليوم إلا إعلانا لحملة مستمرة ومتواصلة للحصول على حقنا بالمرور بحرية دون أي معيقات. نعلم علم اليقين إن الاحتلال يضيق على المواطنين في مختلف المجالات، من تصاريح عمل
فتصاريح الزيارة والتهديد بالاعتقال ومداهمة البيوت، ولكن لا بد من التضحية من أجل الحرية والكرامة. ففلسطين ليست لأناس وحدهم دون الآخرين، وعلى الجميع أن يتحد في صغائر الأمور وعظيمها حتى ننال حريتنا بإذن الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لكم لي ولكم.